الفرنسي فاران. إذا الشاب الفرنسي وهنا الهدف الأول. نعم كريستيانو رونالدو يتقدم للريال بالهدف الأول، والهدف الأول نعم عن طريق الجهة اليسرى ورأسية كريستيانو رونالدو مباشرة في مرمى فيلاند، وبالتالي الريال يسجل الهدف الأول بواسطة كريستيانو رونالدو. انسجام واضح وكبير وصريح ما بين اللاعب اللي جدد عقده واللي أصبح الآن يعني كريستيانو رونالدو لغاية 2018 مع الريال، لكن لاحظ الهدف أتى نعم عن طريق الجهة اليسرى اللي تقدم فيه كالعادة مارسيلو ولعب الكرة عالية مرت من حارس المرمى فيلان يتابعها كريستيانو رونالدو، وبالتالي يأتي بالهدف الأول الرأسية، وحارس المرمى أعتقد يتحمل المسؤولية. إذا رأسية كريستيانو رونالدو في مرمى فيلان، والريال مدريد إذا يسجل الهدف الأول ويحتفل كريستيانو رونالدو. والله كريستيانو رونالدو كمان مرة، كريستيانو رونالدو كمان مرة يسجل الهدف الثاني لمصلحة الريال. كان في الشوط الأول ويحدث أمامك في الشوط الثاني، بحث كثيرا الريال عن تسجيل الهدف الثاني. الآن كريستيانو رونالدو مرة أخرى ينشل الفرح عند الأنصار والمشجعين، وبالتالي في المباراة الثانية في دوري الأبطال يسجل الهدف الشخصي الخامس، 3 في كوبنهاجن وهنا هدفين، وهنا الهدف الثاني دي ماريا. النقلة جميلة جدا كانت من دي ماريا إلى كريم بنزيما، وبعد ذلك دي ماريا شوف 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 حلوة حلوة من كريم بنزيما وصلت إلى دي ماريا الرأسية هذه المرة، وكانت أيضا الرأسية في الشوط الأول، لكن مارسيلو الذي صنع الهدف في الشوط الأول بغياب جاريث بيل وبغياب تشافي ألونزو وبتقدم دي ماريا، ودي ماريا يسجل الهدف الثالث. محاولات مستمرة وصبر كبير وعدم يأس من دي ماريا في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني، صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث، وهذا ما ينتظره زيدان، ما ينتظره كارلو أنشيلوتي، ما ينتظره فلورنتينو بيريز، ما ينتظره اللاعبين والأنصار في مدريد، أن الفوز يأتي مثلا وبثلاثة أهداف. الحين عاد صارت ثلاثة، يمكن الهدف الرابع، لكن يسجل لكريم بنزيما في هذه المباراة أن تسبب في تسجيل الهدف. مرة أخرى لمصلحة الريال الرابع أمامك. نعم الرابع ليدي ماريا يتقدم، ومستانس زيزو ومستانس كارلو أنشيلوتي، ودي ماريا الرائع، ودي ماريا اللي يعمل كل شيء في مباراة اليوم يسجل الهدف الرابع لمصلحة الريال. هي النتيجة اللي تنتظرها الجماهير، هي الآن يعني 4 أهداف، دي ماريا اللي يعمل كل شيء في المباراة، يصنع يسجل يتألق ويكون الأرجنتيني مع الأرجنتيني مع البرتغالي، الأرجنتيني مع البرتغالي بالأهداف الأربعة. لكن لاحظ الحركة المتواصلة لدي ماريا تسفر عن تسجيله للهدف الرابع، النتيجة اللي ينتظرها طبعا.